وجه الملحن عمرو مصطفى رسالة للشباب الجدد في مجال التلحين ونصحهم يهتموا بجودة الأعمال اللي بيقدموها. وكتب عمرو مصطفى منشور على فيسبوك قال فيه: نصيحة للملحنين الشباب وصناع الأغاني الجدد، يا شباب لما تنجحوا مع مطرب ويبدأ يشتغل مع ناس تخرب صورته ما ترجعوش ليه تاني، اهتموا بشغلكم وسمعتكم واختاروا شركائكم بحكمة، الكيف أهم من الكم، والأغاني اللي بتعيش سنين هي اللي بتصنع التاريخ، ركزوا على الجودة لأن الأغاني اللي بتتنسي بسرعة ملهاش قيمة. وفي الأيام الماضية طرح الفنان عمرو مصطفى أغنية ليها فيا عبر قناته الرسمية على يوتيوب وعبر مختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وذلك احتفاء بسيدات وتوجيه رسائل شكر لكل سيدة داعمة، معترفا بفضل المرأة في نجاح الرجل. وتعد أغنية ليها فيا من أداء وألحان عمرو مصطفى وكلمات أحمد إبراهيم وتوزيع نادر حمدي. وبتقول الكلمات الأغنية: كنت وحدي ماشي زي موجة جاية من طريق أسايا، وتقابلنا صدفة وكملت معايا، صدقت غناية بنيت أحلام عيشها، معاها ووحشها دنيا دي بعيشها، عينك المراية يا باليها فيا فيا، إيد نجاح خفية فيا والدنيا العافية فيا، فرقتنا يا عمري منستها، عيني ميزتها لو مسكت إيدها ترجع لي الحياة.